بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ده إن شاء الله رب العالمين أول فيديوهاتنا في محتوى شهر 9. يا ريت لو حضرتك فاتك أي فيديو من محتوى شهر 8 ما تعدهوش. استغل الفترة دي إزاي؟ النهاردة مثلا هننزل فيديو من محتوى شهر 9، أنصحك تسمعه بالترتيب. اسمع الفيديو ده الأول، وبعدين بكرة مفيش فيديوهات، فهتجيب لك فيديو من فيديوهات شهر 8 اللي أنت سبتها قبل كده. حاول على قد ما تقدر ما تعديش فيديو في المحتوى اللي فات علشان تبقى ماشي سليم وماشي كويس، واعمل حسابك ان كل مجهود هتبذله النهارده هيريحك في الفاينل ريفيجن، وان عدد الكتب اللي انت هتقدر تحلها متوقف على مدى فهمك للماده. انت لو فاهم قاعده معينه او فاهم قواعد المنهج مثلا، فهتيجي تحل اي كتاب وانت نفسك مفتوح. طب لو انت ما ذاكرتش كويس، فتيجي تلاقي الناس بيقول لك انا بحل في 3 كتب، وانت تيجي تحل في كتاب واحد ما تعرفش تحل، لانك انت اصلا قتلت نفسك. فحاول ما تعملش الحركه دي في نفسك، حاول تذاكر اول باول وان شاء الله خير. ولو انت عندك اي مشكله بتواجهك وانت بتذاكر، مش عارف تذاكر ازاي، الدنيا باظت منك، كلمني فون وانا هساعدك ان شاء الله رب العالمين. اول حاجه معانا في القواعد النهارده الكوزاتيف، اللي هي السببيه. السببيه دي واحده من القواعد المهمه جدا، البسيطه جدا، اللطيفه والسهله واللذيذه جدا. بس عايزك الاول تعرف ان كلمه كوزاتيف دي معناها سببي او مسبب. عايزك تفهم برضو ان كلمه كوزاتيف دي عباره عن ادجكتيف، ايماء كده بعيد عن الموضوع خالص. كوزاتيف دي عباره عن ادجكتيف، صفه يعني. وانا حبيت اجيب لك مثالين. المثال الاولاني ده جبته لك من قاموس اللونج مان، والقاموس المثال الثاني ده من اوكسفورد. طبعا انا بحب استخدم امثله الكتب او القواميس المحترمه دي، لان في الغالب الامتحان بيجيب امثله منها. اول مثال بيقول لي بافرتي از ا كوزاتيف فاكتور، يعني عامل مسبب في او لي الجريمه. على فكره انت ممكن تحذف اكوزاتيف فاكتور دي وتحط مكانها كوزس، وتبقى طبعا هتشيل از عشان هي صفه فقبلها فيرب تو بي، فاحنا هنشيله على بعضه كده، وتبقى الجمله الجديده بقى بافرتي الفقر causes يعني يسبب crimes الجرائم او crime. طيب الجمله الثانيه برضو بنفس القصه، smoking is a causative factor in several diseases، يعني التدخين هو عامل مسبب لكثير من الامراض. ممكن نشيل ده كله كده ونقول smoking causes several diseases. يبقى انا عايزك تفهم كده بسم الله قبل ما نبدا في شرح القاعده ان كلمه causative دي اصلا عباره عن صفه، وممكن نجيب طبعا الصفه دي لازم يكون بعدها اسم، وطبيعه الحال هيكون قبلها فيرب تو بي. طيب السببيه دي بقى في حضرتك في كلمتين اتنين كده باختصار شديد. الاول وانت بتحل في السببيه ممكن يقابلك حاجات ملهاش علاقه بالسببيه، لكن الراجل عشان دي لغه، وزي ما انا اقول لك ان اللغه دي كتاب مفتوح، فهو ساعات بيجيب لك اسئله على لت. عايز تعرف ان احنا بنجيب بعد لت مفعول وبعدين الفعل في المصدر، ما ينفعش ابدا مع لت تو. فعشان كده اقول لك ماي فادر يعني ابي، ليتس مي يسمح لي، يدعني use his computer، ابي بيسمح لي ان استخدم الكمبيوتر بتاعه. لاحظ انك انت استخدمت let وبعدين المفعول وبعدين use يستخدم فعل في المصدر. طيب المضارع let والماضي برضو let، التصريفات الثلاثه let منها. الملحوظه الثانيه عندك كلمه allow، allow دي برضو معناها يسمح زيها زي كلمه let، بس الفرق بين الاثنين ان allow بنجيب بعدها مفعول وبعدين to الفعل في المصدر. فانا لو نفس الجمله الاولانيه دي حبينا نعملها باستخدام let، فاقول لك my father، يا ريتك تقول معايا انت كمان my father، ممكن نقول let's me use، او بدل let's نقول allows me، بس مع allows هنقول to use. المثال بالرغم انه مكتوب فوق، بس انا حبيت اكتبه لك تحت عشان تقارن. let مفعول مصدر، لكن allow مفعول to المصدر. طيب دي حاجه هتقابلنا واحنا بنحل. هيقابلك برضو افعال ثانيه هنمشي عليها كده وهنحلها واحد بواحد، والناس اللي بتطلب حروف الجر انصحك تحفظ الحاجات اللي زي دي. اوعى تيجي في يوم من الايام مثلا تجيب لي 300 كلمه بحروف جرهم تقول هحفظهم، انت كده غلطان حضرتك، مش هتعرف تحفظهم. لكن تحفظ كل وحده الحرفين اللي فيها هتلاقي الدنيا كويسه. بص يا سيدي، اول حاجه كده في شرح القاعده عايزك تفتح وتعرف ان احنا بنستخدم فيها فعلين اساسيين، الفيرب تو هاف اللي هو كلمه هاف، يعني سواء هاف او هاز او هاد او ايا كان زمن هاف نفسها، او بنستخدم كلمه جيت. حلو، بنستخدمهم في المعلوم وبنستخدمهم في المجهول. يبقى انا عايزك ترتب افكارك كده ان احنا ممكن نستخدم في السببيه هاف او جيت، سواء الجملة معلوم أو مجهول، تمام. طب في المعلوم هتكون المعنى أنا جعلت فلان يفعل الشيء الفلاني. طب في المجهول هتبقى أنا جعلت الشيء يفعل، وعايزك تركز في المعنى العربي. يبقى أنت لو عايز تستخدمها في المعلوم هيكون معناها أنا جعلت فلان يفعل، طب لو في المجهول يبقى أنا جعلت الشيء يفعل. طيب أنا مش فاهم حاجة وعايز مثال. بص يا سيدي، أنا عايز أقول لك إن أنا جعلت الميكانيكي يصلح السيارة. طيب ده معناها ان المعنى معلوم ولا مجهول؟ والله جعل ده معلوم، جعلت الميكانيكي يصلح ده معلوم. طيب فتبقى الجملة بقى ما دامها معلوم
امشي معايا كده واحده بواحده بالترتيب، ما دامها معلوم فهتبدا بالفاعل اللي هو مين؟ انا، انا اللي جعلت، يبقى اي. وكلمه جعلت حاجه من الاثنين، يا اما ناخد الماضي من هاف يا اما الماضي من جيت، فخلينا نقول هاد. طيب وبعدين الشخص الفلان ده اللي هو مين؟ الميكانيكي، يبقى اي هاد ا ميكانيك. وبعدين يصلحه يعني يفعله، معلومه اهي، يبقى فيكس. وبعدين ماي كار، لاحظ ان انت عملت ايه؟ استخدمت هاف او هاز او هاد وبعدين المفعول وبعدين الفعل في المصدر. دي الشكل الاولاني لو المعنى معلوم. طب ما انا ممكن استخدمها بشكل تاني، فاقول لك استخدم كلمه جيت، فهقول لك اي جوت ا ميكانيك، انا جعلته الميكانيكي تو فيكس ماي كار. بس عايزك تنتبه وتفتح عينك كويس، انك لما استخدمت لي هاد جبت لي بعدها مفعول وبعدين الفعل في المصدر، لو استخدمت لي جيت او جوت او ايا كان تصريفها بنستخدم بعدها مفعول وبعدين تو والمصدر. وعايزك تركز ان ده معنى معلوم. طب انت عرفت ان معلوم منين؟ ما انا ترجمت، انا قلت لك انا جعلت الميكانيكي يصلحه، فالمعنى معلوم. طيب نفترض ان انا عايز اعملها في المجهول يا مستر، بص معايا في المجهول اللي هي قدامك اخر حاجه ظاهره فوق في الشاشه اهي، انا جعلت الشيء يفعل. بس في المجهول بقى سهله ولطيفه جدا، بتاخد هاف او جيت ايا كان تصريفهم وبعدين المفعول اللي الشيء اللي اتعمل وبعدين الباست بارتيسيبل، سواء معاك هاف او جيت بنستخدم المفعول وباست بارتيسيبل. طيب انا عايز اقول لك انا جعلت السياره تصلحه، كلمه تصلحه دي معلومه ولا مجهول الاول؟ لا مجهول، يبقى هتقول اي هاد او جوت، الاثنين ينفعوا بقى عشان ده مجهول. جعلت السياره يعني سيارتي ماي كار وبعدين فيكسد، فيكسد. انتبه اللي احنا عملناه هنا ايه؟ قلت لك انا جعلت سيارتي تصلح، ركز المعنى هنا كده مجهول. طب انت عرفت انه مجهول او معلوم منين؟ بص يا سيدي، في المعلوم لما جينا نترجم انا قلت لك انا جعلت الميكانيكية يصلحه، ده معلوم. والتانية برضو انا جعلت الميكانيكية يصلحه، لكن هنا انت بتقول انا جعلت سيارتي تصلح، يبقى ده كده معنى مجهول. فاختصارا للقول، لو انت معاك معلوم يا سيدي فتبدأ بالفاعل اللي اتعمل له الحاجه اللي هو انا، وبعدين جعلته الشخص اللي عمل، وبعدين المصدر لو هاد وتو المصدر لو جت او اي تصريف منها. طب كمان مثال، انا يا عم عايز اقول لك اني انا جعلته امي تطبخ الطعام مثلا، انا جعلت امي تطبخ الطعام. الجمله دي كده جعلته امي تطبخ، كلمه يطبخ دي معلومه ولا مجهول؟ لا معلوم. طب ما دامها معلومه يا مستر ايه الصيغه اللي ممكن استخدمها؟ انا حافظ يا مستر، هاخد هاف وبعدين مفعول وبعدين المصدر، ولو عايز استخدم جيت هجيب برده بعدها مفعول بس هاخد تو والمصدر. طب انت اشمعنى اخترت الصيغه دي كده؟ ما استخدمتش الصيغه الثانيه اللي هي سواء هاف او جيت وبعدين مفعول وباست بارتيسيبل؟ لا دي يا مستر بستخدمها في حاله المجهول، وانا لما ترجمت دي لقيتك كاتب لي انا جعلت امي تطبخه، طب انا عايز استخدم الاولانيه هاف وبعدين جيت، فاقول لك اي، انت بتقول جعلته ماضي يبقى تقول هاد. مين اللي عمل الحركه دي؟ ماي ماذر، يبقى اي هاد ماي مام وبعدين كوك الطعام اللي هو فود. طيب انت خدت لي هاد وخدت لي معاها كوك المصدر، طب انا عايز اشيل هاد واحط مكانها جوت، عادي جدا هتشيل لي كوك وتحط مكانها تو كوك، والمعنى في الاثنين دول واحد بالعربي، انا جعلت امي تطبخ، انا جعلت امي تطبخ. طب انا عايز اخليها مجهول يا مستر، خلاص يا عم عايز اخليها مجهول، يبقى انت هتقول انا جعلت الطعام يطبخ، يطبخ دي مجهول. طب ما ينفعش انك تقول جعلت الطعام يطبخ، وكونها مبنيه للمجهول حضرتك فاكيد عارف انك هتستخدم الصيغه مين؟ هتستخدم الصيغه دي اللي هي هاف او جيت مفعول بوست بارتيسيبل. فانت هتقول لي بقى اي هاد انا جعلت الطعام اللي هو فود وبعدين يطبخ، ده مجهول فهتكون كوكد. طب لو انا استخدمت بدل هاد جوت، ما هو ما دام مجهول الاثنين ينفعوا الاثنين زي الفل، كده خلص الموضوع. يبقى انا عايزك تفهم انك انت لما تستخدم التركيبه دي معناها ان انا جعلت الشيء يفعل. طيب ايه الفرق بين اي هاد ماي كار فيكسد وبين انك تقول لي يا عمي اي فيكسد ماي كار وخلاص وسلام عليكم؟ الفرق بينهم صديقي الغالي في الاتي، انك لو قلت لي اي هاد مفعول باست بارتيسيبل معناها ان مش انت اللي عملت، مش انت اللي عملت. لو انت قلت لي اي فيكسد ماي كار معناها ان انت اللي صلحت بنفسك، انت اللي عملت الحاجه دي بنفسك. وطبعا ده مش منطق، لو انت ميكانيكي هتقول اي فيكسد ذا كار، لكن لو انت مش ميكانيكي هتقول انا جعلت السياره تصلح. تعال ندخل على الحته بعد كده كمان، هكتب لك مثال وعايزك تحل معايا. اي نقط ااا
وبعدين نقطة I like to do it myself. أنا بحب أعمل حاجتي بنفسي. يا ترى هتقول I had my tea made ولا I had my tea to make ولا I made my tea ولا I got my tea made ولا I got my tea to make. انا حبيت اعمل لك الاربع اختيارات بكل اشكال القاعدة. بس قبل ما تحل الجملة دي يا شطور عايزك تعمل حاجة حلوة ومحترمة. هو هنا بقول لك I like to do it myself، يعني بحب اعمل حاجة بنفسي يا عم، يعني انا عملت بنفسي محدش عملني، يبقى دي مش سببية. طيب تعال نشوف، لو انت قلت لي I had my tea made معناها جعلت الشاي يعمل بواسطة حد تاني، وطبعا ده غلط لانك قلت لي بحب اعمل لنفسي. طب I had my tea too والمصدر اول ما تلمح had او have او has وبعدها تو المصدر، اعرف ان ده كده غلط اصلا. ليه؟ لان الطبيعي اني بستخدم had مفعول والمصدر، يا اما had مفعول بسط بالتسوي اللي هو مجهول. طب I made my tea يعني انا صنعت الشاي كده بنفسي، وده الصح فعلا. ما انت قلت لي ما بحبش اخلي حد يعمل لي حاجه يا عم. طيب تعال نشوف اللي بعدها. got my tea made، عارف لو انت قلت لي got my tea made يعني استخدمت get ومفعول وبسط بارتيسيبل، يبقى ده كده معناها ان حد عمل لك الشيء. وطبعا الراجل قال لك فوق بحب اعمل بنفسي، يبقى ما ينفعش اقول لك حد عمل لي الشاي، بحب اعمله لوحدي. طب اللي بعدها got my tea to make. بص يا مستر، والله لما اجيب get مفعول to المصدر معناها ان دي كده حد عملها، حد عملها لي. حلو. ثانيا المعنى بتاع دي ما ينفعش خالص. طب ليه؟ اصلك عايزك تفهم حتة كده، عايز اقولك على لعبة. كلمة جت وكلمة هاف ترجمهم بمعنى يجعل. طب ما زي نقول كده جعلت الشاي يصنع. طبعا دي من حيث المعنى غلط خالص خالص خالص، يعني من حيث المعنى ما ينفعش اقولك جعلت الشاي يصنع. فانا عايزك تتكتك معايا بالراحة كده. يبقى الجملة اللي احنا اخترناها هنا I made my tea، انا عملت الشاي بنفسي. I like to do it myself، بحب اعمل شاي عمل لوحدي محدش يعمل لي حاجة. عايزك وانت بتحل تنتبه لان الراجل ممكن يسألك في القاعدة السببية على حسب زمن الفعل. بمعنى لما تقولي ضحى هير ميل كوكد، والله يا مستر هير ميل ده مفعول وبعده كوكد يبقى باست بارتيسيبل، ولما يكون معايا مفعول وبعدين باست بارتيسيبل انا عارف ان انا ممكن استخدم جيت او هاف بس بحيث الشكل يكون مظبوط. طيب الراجل في الاختيارات مديني هاز واز هافينج وجوت، يعني مديني تشكيله من كل الناس. انت لو كملت قال لك ات ذا مومنت، دي كلمه داله على المضارع المستمر، يبقى تروح مختار لي از هافينج على طول. دي رقم واحد. طب جمله ثانيه لما اقول لك مثلا ايه not here food cooked every day، every day يعني كل يوم، يا ترى هنقول has ولا هنقول get ولا هنقول is having وحاجات كتير كده. والله يا مستر بص، والله every day دي كلمه داله على زمن المضارع البسيط، فانا عامل حساب ان اختار مضارع. طب ما هو has مضارع يا فندم وget مضارع، تاخد مين في الاثنين؟ استنى، لو هي معلوم، بص انت هتقول لنفسك كده، لو هي معلوم فانا محتاج حاجه من الاثنين دول، هاف مفعول وبعدها مصدر او جت مفعول وبعدها تو المصدر، ده لو معلوم. طب لو مجهول يا مستر، فانا هستخدم سواء هاف او جت وبعدين اجيب بعدهم المفعول وبعدين الباست بارتيسيب. انت قلت لنفسك الكلمتين دول في سرك، وعلى بعد كده بعد ما قلت الكلمتين دول لنفسك تعالى طبق معايا. انت بتقول لي ايه طعامها يطبخ ولا يطبخ؟ ايه طعامها يطبخ، يبقى ده معنى مجهول. حلو، يبقى ما ده مجهول يا عم الحاج، يبقى انت عايز سواء هاف او جيت الاثنين ياكلوا معاك زي الفل. الراجل مديني هاز ومديني جيت، طب ما هما الاثنين ينفعوا. لا هقول لك حاجه، اولا اتاكدت ده مضارع فهاز وجيت الاثنين مضارع. ثانيا الفاعل ايه مفرد فما ينفعش الا هاز، ولو عايزين دي كنا هنقولها جيتس مش جيت. بكده يا شباب احنا غطينا القاعده تماما، لكن في ملحوظه عايز اقولها لك وعايزك تركز فيها عشان ما تلخبطش. انت قلت لي يا مستر لو انا ترجمت الجمله لقيت معناها معلوم، فانا بستخدم هاف مفعول وبعدين المصدر. طيب لو الجملة طلعت معلوم برضو ممكن استخدم فيها جت مفعول وبعدين تو والمصدر. حلو الكلام ده لو معلوم. طب لو الجملة طلعت مجهول، المعنى اللي انا ترجمته طلع مجهول، فانا بستخدم سواء هاف او جت ايهما يعني وبعدين المفعول وبعدين البوست بارتيسيبل. دي القاعدة يا عم خلصانة في كلمتين. في ملحوظة عايز اقولها لك ما كانش جايبها السنة فاتت بصراحة غير كتاب المعاصر وكتاب اي وان تريجر، عايز اقولها لك. ايه هي الملحوظة دي؟ قال لك ان في المعلوم ممكن استخدم هاف
او هاف مفعول مصدر او هاف مفعول الفعل مضاف له اي ان جي. طيب لو معلوم ومعاك جيت فتجيب جيت مفعول تو المصدر او جيت مفعول الفعل مضاف له اي ان جي. بس انتبه الكلام ده بيحصل في المعلوم بس. طب المجهول ما ينفعش غير هاف وجيت مفعول باست بارتيسيبل. اديني مثال عشان افهم. انت ممكن تقول اي هاف ماي سيستر كلين ماي روم او كليننج ماي روم. ده لو انت هتقول هاف. طب لو هتقول جيت يبقى هتقول اي جيت ماي سيستر حاجه من الاثنين، يا اما تو كلين ماي روم يا اما كليننج ماي روم. وعايزك تنتبه للكلمتين الرخمين اللي هقولهم لك دول عشان اللي انا هقوله ده كلام غريب شويه دلوقتي. احنا اتفقنا على المبدا ان ده معلوم، يعني هاف مفعول مصدر او هاف مفعول اي ان جي، او ان استخدم جيت مفعول تو والمصدر تو والمصدر او اي ان جي. طيب انت قلت لي بستخدم دول امتى التركيبتين، يعني الاحتمالين امتى؟ الاحتمالين دول بستخدمهم لو معلوم. طب انت اعرفك يا ناصح ان الجمله دي معلوم؟ استنى ما ترجمت. انت قلت لي انا ترجم هاف وجيت بمعنى يجعل، حلو، وهم مضارع فدي يجعل مش جعل، تمام. فانت تقول انا اجعل اختي تنظف. بص تنظف تنظف ده معلوم. طب هنا I get my sister to clean او cleaning برضو انا اجعل اختي تنظف. طب هو انا لو قلت يا مستر I have my sister لا مش دي المقصودة، لا سوري معذرة نرجع شوية كده عشان احنا كتبناها مرة. لو انت قلت لي في الجملة يا مستر مثلا اجيب لون مختلف، لو انت قلت لي في الجملة I have my room I have my room cleaning ينفع؟ هقول لك لا ما ينفعش. طب كلين يا مستر تنفع؟ والله العظيم ما تنفع. طب ليه ما تنفعش؟ مش يا مستر انت قلت لي ان انا بستخدم هاف مفعول اي ان جي او هاف مفعول مصدر، قلت لك كده لو معلوم. طب انت عرفك ان دي مجهول ولا معلوم؟ ما هو انا بترجم، انا بقول انا اجعل غرفتي تنظف ولا تنظف؟ لا ده تنظف، يبقى ده مبني المجهول فالجمله كده غلط. طب الصح ايه طيب يا عم؟ انك تقول لي اي هاف ماي روم انا، بص انا اجعل غرفتي تنظف، يبقى ما فيش غير احتمال واحد اللي هو انك تستخدم باست بارتيسيبل. طب لو عايز تستخدم جيت عادي جدا، هتقول برضو نفس القصة I get my room برضو لازم تقول cleaned. يبقى انت يا عم باختصار شديد وعايزك تركز، لو الجملة قدامك مبنية للمعلوم افهم، لو مبنية للمعلوم فانت ممكن تاخد have مفعول مصدر او ing. طب لو معلوم مع get يبقى have يبقى get مفعول to المصدر او ing. القصة دي لو معلوم في احتمالين. طب لو مجهول مفيش غير احتمال واحد فقط اللي هو ده، واحنا كده نكون مرينا على القاعده مره محترمه. عايزك تفهم باختصار شديد، لو انت عايز تحل السؤال السببيه ده بشكل سهل، السؤال السببيه دي من اسهل القواعد ولكن كتير من الطلبه بيشتكوا منها للاسف يعني. رقم واحد حضرتك لازم تترجم، لازم تترجم علشان تعرف هي معلوم يا سيدي فنستخدم صيغ المعلوم ولا مجهول فنستخدم التركيبه بتاعت المجهول. رقم اثنين انا ترجمت لقيتها معلوم او مجهول، لازم تركز في الزمن، ما يكونش الجملة مضارع مستمر وتختار لي هاد وتقول لي هاد مفعول بس بارتيسيبل اهو، لا لازم تترجم في الزمن وتركز في الزمن، شوفه مضارع بسيط مضارع مستمر لانك بتختارها هاف او هاز او هاد او از هافينج على حسب الزمن. اوعى تتلخبط في دي. رقم ثلاثة اوعى تستعجل وتحل الجملة قبل ما تكملها، لازم تكمل الجملة لحد اخر لحظة. رقم اربعة لو قال لك ان شخص فعل له شيء يبقى دي سببية. طب لو شخص فعل الشيء بنفسه يبقى دي مش سببية، جملة عادية. يعني ايه الحتة الاخيرة دي؟ طب دي الاسترس عليها، هديك عليها استرس. خد يا سيدي جملة زي كده، انت راجل بتعرف تحلق لنفسك حلو، فتقول I cut my hair myself. انا كده فهمت ان انت بنفسك عندك مكنة حلاقة وبتعرف تحلق لوحدك. I cut my hair انا حلقت شعري بنفسي. طب لو انت قلت لي بقى ان انا حد ان الشخص ده فعل للشيء، يعني انا حلق لي شعري، فتقول I had my hair cut. عايزك تنتبه لفكرة ان السببية بتعطي فكرة المجهول، خد بالك السببية بتديك فكرة الايه؟ المجهول. يعني ايه بتديك فكرة المجهول؟ انت لما تترجم الجملة دي I had my hair cut دي معناها ان انا جعلت شعري يحلق، انا حلق لي شعري.
انتبه كده. ولو انت قلتها برضو بالشكل التاني انك تقول I had the barber cut my hair، دي معناها ان انا جعلت الحلاق يحلق شعري، ده معناها ان شعري حلق، ده معناها ان مش انا يا جدعان والله اللي مسكت المكنة وحلقت شعري. تعال بقى يا باشا نتوكل على الله، ندخل على الاسئله نحلها. عايزك تعمل حسابك ان احنا عندنا تقريبا، استنى لما اشوف لك كام سؤال في الكتاب قدامي، احنا عندنا دلوقتي في القاعه دي تقريبا كده 90 جمله من التمارين على السببيه، دول الخاصين بالمحتوى الخاص سنه 2022. هتلاقيني سايب لك اكتر من رابط لاسئله السببيه، رابط من كتاب جيم السنه اللي فاتت، ورابط من كتاب وكتب المراجعه النهائيه السنه اللي فاتت. اسمع كل الفيديوهات دي عشان تتقن القاعده وتخلص منها ويكون باب قاعده وقفلته. تعالوا بقى نتوكل على الله، انا عملت ده فيديو مستقل، اكيد انت هتسمعه بسرعه وتروح مباشره بعد ما تحل الملف تسمع الفيديو، وانا بحل الفيديو في حل التمارين هفصص لك كل كلمه، والمشرط في ايدي هشرح لك كل كبيره وصغيره. عايزك تبقى بطل كده وما تعديش حاجه وما تزهقش. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، نلتقي في فيديو الحلقه.